بدأت بدراسة الماثيماتيك بجامعة الأيو بي ووقفت من بعدها سنة ونص لتروح تدرس طيران بسكوتلندا. من بعد سنتين حصلت على شهادة بالطيران ورجعت على لبنان. بقيت 15 سنة كو بايلوت ومن سنة صارت كابتن وهي أول فتاة حصلت على هالمنصب بالشرق الأوسط. لنتعرف عليها أكثر نستقبل السيدة رولا حتيت. سيداتي سادتي اهلا وسهلا بكم على متن طائرة الرحلة 207 المتجهة من بيروت إلى باريس. إذا فيك تعطينا إياها لأنه أنا دائما طالع بالطيارة ودائما بيطلع لي كابتن شاب ولا مرة بيطلع لي كابتن صبية. كيف بتعمل الأنونسمنت؟ المشكلة إنه أنا بعمل الأنونسمنت بالعربي العامي. فينا نسمعه؟ هلا؟ إيه. لوين؟ بكرة رايحة على اسطنبول. فينا أعطيك؟ أوكي. سيداتي سادتي برحب فيكم على متن رحلتنا المتجهة على اسطنبول اليوم. اليوم رح عم نحلق على 31 ألف قدم اللي بعادل 9000 متر. الطقس بالرحلة حيكون كتير منيح، ما في مطبات هوائية وبتكوني مركزة على هاب بذات الوقت. رحتيت من أصل 177 كابتن موجودين بالميدل إيست، أنت الكابتن الوحيدة يلي بتكون أنثى ضمن هالمجموعة الكبيرة، فعلاً بوجه لك تحية كتير كبيرة وبرافو لإلك. قد إيه هون المسؤولية بتكون كبيرة والمسؤولية بتكون صعبة لحتى امرأة تقدر تثبت حالها أكثر إنه هي لا قادرة تاخذ دور رجل، خاصة بمسؤولية مثل مسؤولية الطيران؟ هو الطيران بحد ذاته بده مسؤولية كتير كبيرة، يعني كان رجال أو مرة المسؤولية عن جد شيء كتير كبير، لتتحمل مسؤولية طيارة، مسؤولية ركاب، يعني أوريدي كبيرة. هلا عندك تقريبا 200 إنسان بتكون حياتهم بين إيديك، وفي حياتي أنا أهم شيء. يا ريت الكل بفكر هيك فعلا. ولأثبت حالي كمرة صراحة هي بلشت صدفة والحمد لله قدرت أثبت حالي، يعني هلأ ما بقى مفكر بهالطريقة أنه أثبت حالي لأنه ليش قررت الطيران؟ صارت صدفة، صارت تحدي أكتولي. جاش حرب عصيرة نفس الموضوع، بدي أسألك إذا عانيتي من discrimination وقت كنت عم تدرس الطيران وعند الممارسة بعدين، أكان من قبل الزملاء حتى على صعيد النكت يعني، أو حتى من قبل الناس لأنه بس يسمعوا صوت الكابتن مرة أو بس تكوني عم تستقبليهم على الانترنس بتشوفي شيء بوجههم خوف إنه إيش مرة؟ بس أنا سمعها مرة عم بيقولوا إن شاء الله نوصل لأنه سمعوها عم تحكي مرة. كلها سوا كيف كانت الإكسبرينس من هالجهة؟ أنا وعم بدرس أول شيء ما كان في discrimination بس كان كتير صعب لأنه أنا كنت بمدرسة فيها شي 600 شاب وبس بنتين كنا. الجو كان شوي صعب علي. قدام بسطت. لا صدقني كان كتير صعب لما رحت على سكوتلند وكنت إنه لوحدة أنا وبنت تانية. بتذكر إنه قصيت شعري كتير قصير، رحت قصيت مطرح ما الشباب بقصوا وكنت عم جرب قد ما فيني يعني انسى إنه أنا بنت. لما رجعت لأشتغل هون أول ما بلشت كان شوي صعب لأنه شو ما بتعمل غلط بقول إيه لأنه مرة غلطت مش إنه لأنه عم تتدرب. بعدين قدرت انه تعودوا وكل شيء بعد فتره بصير كثير عادي. بس غلطه مصيريه بالطياره يعني؟ لا مش غلطه بالطياره، غلطه بالتريننج قبل احنا وبالسيميليتر هيك. الركاب ركاب كثير بعد بعده اول ما يطلعوا على الطياره كلهم بينقذوا بس الحمد لله كل ما ينزلوا بخبروك القطسات النكت يعني اللي بيكونوا بلا نكت. مره راكب نزل عن الطياره والله شو صار طلب ينزل من الطياره؟ قال هو انه حاسس انه قلبه عم يوجعه بعد ما نزل. قال له للحرس اللي على الباب قال له انه فيني روح بكره ما رايح سياحه، ليه بدي روح مع مره انا ماني مضطر. ناجي سراتي ما بعرف، انا بعتبر انه بالقرن ال21 هيدي اشياء ما بقى لازم ننظر لها بهيدي الطريقه. يعني انا بحب اعتبر انه الرجل والمراه متساويين وانه ما بحب
نعتبر انه هيدي مهنه للرجال وهيدي مهنه بس بركي في فيزيونومي الجسد ما بيخلي بركي ليش لا انه ما بعتبر انه المراه في امراه تكون اقوى جسديا من رجل يعني ما هيدا فرق انا ما بحب نحكي عنه وهيدي يعني عم نعتبرها ظاهره مش لانه بس بلبنان ظاهره انه يمكن بالعالم كله ما في كتير كابتن نساء بس لازم نتعامل مع هالشغلة بشكل كتير طبيعي أكيد من هنية بس أنه هيدا شيء مش غريب بالنسبة لي بالعكس هيدا شيء كان لازم يصير من زمان ولازم أكتر وأكتر أنا هيدا اللي بدي زيده على أنت انبسطت أنا أول شيء كمان بدي هنيك يلي منشوفه أنه بالميل 900 يعني كانت أول بيلوت فرنسوية ريموند دولاروش كانت أول بيلوت بالعالم فرنسوية ليه تأخرنا هالقد ليه قطع يعني صرنا بتاني قرن يعني القرن العشرين الواحدة وعشرين مية سنة فرق لهلأ طلع عنا بيلوت بالميدل إيست يعني شيء غريب خاصة نحنا منضلنا منلاحق التطورات يعني نحنا بالهون منحب نطبع برا يعني حسب حساباتي بعد 40 سنة بنعمل توريفال ببيروت ما عودي توريفال شو بدي بتوريفال احنا مش بحاجه لتوريفال ليه تاخرنا هلا احنا مش بحاجه لتوريفال ببيروت عنا عواميد بعلبك اهم بكثير من توريفال اول شيء طبيعه الشغل قبل كان قبل ما انا قدمت من 15 سنه قبل هال 15 سنه لما كان الميدل ايست عندها طيارات كنا اصلا كان الطيران بالميدل ايست اريا كله مش بس بلبنان كثير قليل وكانت الرحلات لما يروحوا ويقعدوا كذا نهار برا والشغلة بحد ذاتها كان بدها عضلات وبدها يعني أنا أول ما بلشت طير من 15 سنة كنت طير على البوينج 707 عن جد كان بدها عضلات يعني كنا نطير الطيارة كيبلز وهيك سو أصلا يعني الشغلة كانت صعبة لمرأة طبيعة الحياة كتير صعبة لمرأة وما يمكن المنتاليتي تبع اللبنانية بوقتها أنه ما كانوا يتقبلوا فكرة مرأة من 15 سنة قدمت والحمد لله طرت بس سنه بوينج بعدين نقلت على الايرباص اللي هي جويستيك اللي هي بتستعمل العقل اكثر ما بتستعمل عضلات يعني انا بحس هلا المره خوفتينا اكثر بطلت الصور لا يا حبيبي لا حدا منك مزوجه زوجك ما كان عنده اعتراض تعرفت على جوزي نحن وعم ندرس زوجها كابتن كمان كابتن؟ هني وطايرين بدي أسألك كيف بتنسقي بين سفراتك الكتار والبعاد أوقات ودورك كأم صرتوا أنه كمان جوزك أوقات بيكون غايب عن البيت اللي بيساعد أنه جوزي أنا وياه بزيت الدومين لأنه عم نظبط دايما رحلاتنا إذا أنا مسافرة هو بيكون هون إذا هيك بس إنت بتتلاقوا سوا؟ كتير صعب أحيانا بالطيارة من طيارة لطيارة بنحكي مع بعض يعني كيف سلموا الأولاد بيسلمني الطيارة بالطيارة يا ما رح حميت لك الطيارة طلعي حبيب غبرين أنا بدي أقول أنه يعني إذا بتسوق سيارات مثل طيارات أنا بدي أنزل مثل هيدا الزلمة أكيد بس البوينت أنه لا بالعكس هلأ كل شركات الطيران متجهة أنه توريكروت نسوان يسوقوا طيارات لأنه حسب دراساتهم أنه المرأة عندها بتعمل كوميونيكيشن أكثر أحسن من الرجال اشطر وبتركز اكثر عندها كونسات خاصه لا فيها يعني لا هي انه بالمالتي تاسكينج سكيلز فيها تحمل اكثر من بطيخه مزبوط مش هيك بنشوفهم عم بيطبخوا ويحكوا على التليفون مثلا وقت بيعشقوا على حالهم عادي من الاخر كيسه عجب انا بلاقي عن جد شيء رائع يعني برافو وكوراج لانه تتلحق على كل هول الاشياء يعني في امهات بس يكونوا امهات او ست ما تعمل كثير اشياء ف يعطيك ألف عافية من الآخر ناجي سراتي أكيد برافو بلش الطريق ولازم تشجع غيرها كمان مظبوط هذا أهم شيء كمان برافو good luck thank you جاش حرب وعد أول سفرة بقصد شوف أي الفلايت تبعك خلاص ناطرتك thank you ورو لك عادة أكيد أنا بتمنى لك كل التوفيق وتكوني هيك إكزامبل لكل هالنسوين اللي تشجعوا هالبنات إن شاء الله يتشجعوا البنات هاي أهم شيء كابتن أكثر موقف مضحك صار معك بالطيارة شو كان؟ لا ما في نضحك أشياء نحكي مضحك لما نكون عم نضحك على حدا لا خلي غير سؤال بيسألوك إذا هوستس ولا بيلوت؟ إيه في كتير أحيان حتى ستي لهلأ بعدها مقتنعة أنه أنا هوستس ما بقدر تحية لستك بلكي لهيك بعد عم بتطير معي على
كل إن احنا فخورين كثير بالعمل اللي عم بتقومي فيه، لانه عم تقدر تبرهن قديش المراه اللبنانيه بتقدر تشتغل وعن جداره بتقدر تستلم بعض الاشغال اللي هي مصنفه للرجال فقط. واليوم انت عكست بركه هالفكره وقدرت تبرهن حالك، وانت من اصل 177 بيلوت بالميدل ايست، حضرتك البيلوت الوحيده يلي فينا فعلا نرفع لك القبعه ونقول لك برافو. Thanks. Thank you. ولحتى شكرا كثير لوجودك معنا الليله.